يا رب انه مدينة خضراء يا ولد. تعال 49 يا حبيبي تعال. اوه هو هذا البولة تخدر بدون ما اضرب. لا اله الا الله، ايش هذا؟ تريكس الي. يلعن ابليس، والله يخوف والله يخوف والله يخوف. هي السلام عليكم، كيف حالكم يا شباب؟ ان شاء الله طيبين. مقطع جديد من لعبة ارك. اليوم يا شباب جايب لكم سلسلة جديدة. اوكي ممكن نقول بعضكم ليش سلسلة كريستال ارك يعني راح تسحب عليها؟ هو شوفوا فعليا انا ما راح اسحب عليها، لكن حاليا ما عندي افكار اصورها. يعني كل فيديو يا شباب اصوره احس ان الافكار مكررة. اوكي ايش جابك انت يا؟ فقلت انزل سلسلة جديدة في ماب انا اول مرة العب فيه. اوكي ماب قديم لكن انا اول مرة العب فيه، اللي هو ماب فالجيرو. لو اوريكم الماب دقيقة بالله. شوفوا الماب، الماب عندي ولا شيء فاتح، ما لعبت فيه شباب بحياتي كلها، عرفتوا كيف؟ فأتمنى تعجبكم السلسلة، وإذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة واعطيني لايك وخلونا نبدأ مغامرتنا. فعليا السلسلة هذه راح تكون نفس سلسلة برايمال فير من ناحية الاكتشاف ومن ناحية المتعة، لأنه السلسلة هذه فيها أشياء كثيرة اللي هي إيترنال. أنا طبعا سويت تصويت، أغلبكم قال لي إيترنال القديمة وفي ناس لعبها، لكن حرفيا أنا حاب ألعب اللعبة أو حاب ألعب المود، وبنفس الوقت ما ودي يعني العب المود وما اصور، فقلت لا يا حبيبي صور والعب المود وان شاء الله يعجبكم او اعطيكم المود باسلوب جديد. طيب بالبداية طبعا انا عدلت على اشياء كثيرة في الاعدادات، كانت الدمج كان عالي، كان الستات اللاعب كان عالي، كان التلفيل جدا جدا سريع. الان كل شيء صار تقريبا شبه عادي. حلو، انتم قلتوا لي اغلبكم قال لي العب اعدادات عادية، فانا طبعا مثل ما تشوفون الان لو ازيد مثلا الهيل او مش الهيل، لو ازيد الوزن زادني 70 في الوزن، فانا حاط الوزن طبعا 70 7 يعني، لانه الوزن هو اكثر شيء نستخدمه في الـ في الـ في الـ في لعبه ارك. فخلونا نبدا اكتشاف. طبعا الماب هذا والله انا حرفيا ودي اكتشفه، ودي العب فيه ويعني افهم كل شيء بالماب هذا. وعلى فكره يا شباب، اوكي انا ادري اني طولت بالمقدمه، على فكره يا شباب ترى لو كل شخص اشترك في القناه، كل شخص شاف الفيديوهات اللي انا نزلها واشترك في القناه، تتوقعون كم راح نوصل مشترك؟ راح يكون رقم 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 يصدمكم والله يا شباب. حرفيا مرات ظهور القناه او خلينا نقول مرات الناس اللي شافت فيديوهاتي، حلو، المشتركين والغير مشتركين مع بعض الرقم يعني هذا يعتبر مع بعض 130,000. 130,000 شخص يا شباب شاف فيديوهاتي، منهم ناس اشترك، منهم ناس لحد الان يشوف فيديوهاتي وما يشترك، ومنهم ناس اوكي اشترك الله يجزاهم الخير. انا ما ادري قلت اشترك، والله شكلي انا جبت العيد. المهم فاتمنى يا شباب اذا ما كنتم مشتركين يا اخي اشتركوا، ما راح تخسرون شيء. خلونا نوصل 20,000 باسرع وقت ممكن. انا قلت لكم على 50,000 ان شاء الله راح اجيب فيس كام واعدل الامور، ويعني راح يصير في تغير كبير في القناه، فشدوا حيلكم. 50,000 والله مو صعبه لو كل واحد اشترك في القناه، اطول مقدمه في التاريخ. خلاص خلاص يكفي، خلاص شباب لا تشتركوا. طيب خلينا نكتشف بالله، خلينا نشوف هذا الانكيلو. هذا شكله مو انكيلو عادي، هذا شكله ترايك العادي. طيب التجميع طبعا انا حاطط تجميع 11، ما ادري ليش 11 صاير، مع اني حاطط اتوقع 15 هيك شيء. هذا اسمه شو اسمه، هذا اسمه ستيجو، نفس الشيء بس لونه مختلف. انت يا ابو الشباب شو اسمك؟ اسمك انكيلو. اوكي انكيلو بس لونه مختلف، شكله فيه خصائص. طيب طبعا مثل ما تشوفون تحت في مكتوب ارك ايترنال تحت على اليمين، وبرضو اذا ودكم اعطيكم او يعني اشرح لكم عن المودات اللي انا مركبها علموني بالتعليقات، واذا كان في نسبه كبيره من الناس ودها تعرف المودات اللي انا مركبها، الفيديو الجاي راح يكون اول دقيقتين منه شرح المودات. فبسم الله الرحمن الرحيم، انا ادري اني طولت من المقدمه وادري اني جايب العيد. هذا يمدي ناخذ منه، حلو يمدي ناخذ منه فايبر. اوكي خلينا ناخذ شويه فايبر على شوية توت على أشياء بسيطة. شوف كم ليفل جاني، ليفل 1. زمان لما كنت أجمع فايبر بس فايبر كان يجيني كم ليفل؟ يجيني 5 ليفل 6 ليفل 10 ليفل، الآن لا ليفل 1. حلو، نرفع الهيل، بشوف كم الهيل يرفع. 30، أوكي ممتاز 30 ممتاز، شيء معقول وما يعتبر أوفر باور. ودي أحاول أروح هناك، أحس المنطقة اللي هناك ما أدري صراحة الفالجيرو، ما فالجيرو أنا ما عمري لعبت فيه، فما ادري كيف وين افضل مكان للسكن والاشياء هذه. فخلينا نروح المنطقه الثانيه او الجهه الثانيه. او اويل 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 اويل، والله بالصدفه لقيته. كيف يمدينا اخذه بيدي؟ او لازم اكسر، لازم اكسره، لازم اسوي لنا بيكاكس.
كويس عشان عشان نعرف مكان الاويل في المكان هذا عشان ناخذه. برضو في شيء بسألكم عنه يا شباب، اللي هو في مود، اللي هو مود البشر اللي مثل ما شفتوا بالكريستال ارك، مود البشر ما ادري ودكم ارجعه اضيفه، لاني ما ضفته في المودات هذه بصراحه، ما ادري صراحه ما ادري، حسيت انه ما له داعي. فاذا ودكم ارجعه، هو كان كويس من ناحيه الموارد، من ناحيه الاشياء هذه كان كثير مساعدني. فخلينا نشوف ايش ممكن نصنع الان. عندنا 16 نقطة. اوكي ايش هذه؟ اوكي هذه اسمها داينو مايند ويب بوشن، وهذه مايند ويب مايند، يا اخي ما نعرف اقرا. ايش هذه؟ ريست بوشن، يا اخي ايش السالفة؟ ماني فاهم شيء. ايوه اوكي بدينا بالاشياء هذه. هذه الاشياء طبعا اف كي ام، هذا المود اللي لعبناه بالش اسمه بالبرايمال فير. طيب في عندنا اشياء خاصة بالايترنال، مثل هذا الفاس، ومثل هذا الفاس او هذا الشيء اللي يجمع في هذا ايترنال. ودنا نجرب نفتح اشياء الايترنال. وين في ايترنال فاس غير هذا؟ بيكاكس، ما في بيكاكس ايترنال. اوكي هذا هو، وايترنال سبير. حلو خلينا نصنع الايترنال، كل شيء ايترنال بنصنع. اوكي نصنع هذا. اوكي صنعنا اول شيء الفاس، خلينا نشوف تجميع الفاس كيف، كويس ولا مو كويس. والله 37 يا جماعه، يعني جيد، رقم حلو. خلينا نكسر ستون نشوف تجميعه كيف. والله كويس جيد، والله كبدايه يعني كثير كثير ممتاز. خلينا نشوف ايش الاشياء الثانيه سويناها. سوينا هذا، تعال سوينا هذا. اوكي هذه الصخرة ما تنكسر. اوكي اخيرا سوينا، نسيت الاويل، خلينا نروح ننزل ناخذه. وين اويل؟ هذا الاويل، ودي اشوف الاويل لازم اخذه. وبرضه يا شباب شيء مهم جدا، انا صراحة صرت ما العب الا فيه. اوكي عايزين ناخذ اويل. الشيء اللي بقولكم عنه اسمه اوتونوميك ديث ريكفري اتوقع، او اوتوماتيك او هيك شيء، اللي هو يعني باختصار اغراضك اذا مت ما تروح. الشيء هذا صراحة أنا عاجبني، لأنه بصراحة شيء يقهر. أوه يا ساتر إيش صاير؟ شيء يقهر لما أغراضك تروح وأنت تقعد. أوكي هذا من مود إترنال، خلينا نشوف بالله كيف تجميعه. يلا هاي ما يجمع. أيوه جمع الحمد لله. أوه إيش في اللاعب؟ أوه ستامينا. طيب خلينا نرفع الستامينا. أوكي 30 حلو، نرفع الويت ونرفع الدمج. نايس. اوه هذا 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 حلو، هذا هذا اللي هو سبير، اللي هو اسمه ايترنال ترانك سبير، يخدر هذا، يخدر يا حبيبي. نحتاج سبيرين. اوكي اوكي بدينا نسوي الان. نايس والله حلو سويناه. نايس الان بنسوي البولا، هنسوي بولا واحده نشوف يمكن لاحظتم تحت ما لهم هيل، شوفوا ما لهم هيل البيكاكس والاكس والشغلات هذه، يعني ما تنكسر من الاخر، حتى هذا ما ينكسر. نايس هذا ما ينكسر، اشوف بالله. اوه اثنين، هذا في طير بيتردون وينه؟ كان بالمنطقة هذه. هذاك وهذاك، يا رب انه يمديني خدره. يا ولد تعال، كيف ليفلك؟ 49 يا حبيبي تعال. اوه هو هذا البولة تخدر بدون ما اضرب. نايس والله والله نايس. وات ايش هذه؟ داينو بلاد. يو اتذكرت لعبة شو اسمها، ايش هذا؟ هذا ياكله معقول؟ لا والله ما ياكله. ليمون هذا تحسه؟ لا والله مو ليمون، هذا ايش اسمه يا ربي، ايش يسمونه؟ جوز الهند اتوقع، جوز الهند او شيء شيء. يا اخي ياكل لحم سلطان، ركز ياكل لحم وانت قاعد. هذا كم ليفل؟ اخاف يجلدني هذا. والله هذا قوي شكله، ايش رايكم نذبحه؟ او لا في خنزير، في خنزير صح صح صح. وين الخنزير؟ في كان خنزير بالمنطقه هذه انا متاكد. المره هذه سويت الشخصيه صغيره شويه قزم. حلو في باراسور، باراسور نايس. تعال تعال طبعا راح يتخدر اتوقع صح؟ اي والله تخدر. نايس خلينا نذبحه. اوكي بيموت، لازم يموت باي لحظه. ايوه نايس تعال اعطيني. اوه يمدينا نفتح الانفنتوري. اوه برضه بلود يا حبيبي، نجمع بلود، شكله بلود يحتاج نحتاجه يعني في الايام الجايه. فخلينا نجمع البلود. هذا صراحه الديناصور هذا غريب، انا مستغرب ليش لونه يعني بالشكل هذا. ما ضاقت الدنيا الا انك تجي عندي يا حبيبي. لا 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 والله ما 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 سويت شيء، انا اسف اسف. روح روح. اوكي انت يا حبيبي خذ لحم. طبعا التيمينج خليت التيمينج 20 عشان يعني سريع سريع. اوكي يلا يا اخي بعد. طيب خلينا ناخذ لفه نكتشف العالم، نشوف ايش في اشياء ممكن نسويها ونصنعها بالايترنال. نايس نايس والله انا متحمس للماب، شكل الماب خرافي. يو يا الماب، شوف الماب محلاه. خلينا اعطيها صوره من المنطقه هذه، بس خلينا نشيل الليفل. اوكي شباب بصور صوره. اوكي يلا ثلاثة اثنين واحد. اوكي صورنا صورة خلاص. طبعا انا حطيت ليفل الحيوانات اتوقع
هذا كم ليفله؟ 35 ليفل الحيوانات ماكس، يعني اخذ الحيوان اروضه يوصل ماكس 600، ما يكون 600 بالوايلد، يعني ما يكون 600 مو مروض، لا اتوقع يكون 150 يمكن، اتوقع 150. المهم انه انا سويت الماكس 600 واللاعب خليته 200، اتوقع 200 ان شاء الله انا ضبطت. حاولت اني العب بالاعدادات شوي لعل وعسى تزبط انه يكون اوكي. هذا اكل، الله ياخذك الله ياخذك، يحتاج برايم يمكن حبه واحده ويتروض. خلينا ننتظر ايش ورانا. قول لي الشجره هذه ما تخلص، الشجره هذه ما تخلص شباب. اعطتني 2000 وزني صار فل ولحد الان ما خلصت. 3000 يا شيخ، 5000 وصلت. او ماي جاد، اعطتني 6000، اعطتني 6000 خشب بعدين كسرت. يا اوكي فتحت لي اشياء جديده، خلينا نشوف. انا طبعا ودي اركز على الايترنال. ايترنال اوكي، ايش فتح لنا؟ فتح لنا اوكي ايترنال بويزن ارو وايترنال بيك اب. حلو، هذه شكلها للديناصورات. وهذه اسهم، هذه ايش؟ ايترنال كروبز ريكفري. وات، صراحه انا ودي اسوي الشيء هذا، ما ادري ايش هو يا اخي، ودي اسويه. اسمه وورك بنش، ايترنال وورك بنش، مكتوب بالش اسمه تحت يعني كلام الاصفر. اوكي واضح انه لازم الفل، فما ودي استعجل. اوكي انا مشكله عنده اغراضي او الوزن عندي فل، فخلينا نسوي فاونديشن، اي شيء فاونديشن خشب. اوه يا الكرافتنج سبيد يا شباب، بطيء بطيء يا اخي، مشكله يا اخي لما تكون متعود على سلسله كلها سهله وكل شيء سريع وتيجي تلعب سلسله صعبه تحس انك يا اخي قاعد تتعذب مهما تلعب. حبيبي 38، يا حبيبي 38، كيف بوصل ليفل 38؟ ها كيف كيف شكلي لازم ايش؟ كيف وضعك انت؟ والله حتى انت ابو كلب، شوف الهيل يا ليل، الهيل يا دوب يرتفع. طيب يلا يا، مش مشكلة، السلسلة هذه بتكون صعبة عشان نسوي، الا اذا الحلقة الجاية انا غيرت في الاعدادات، لانه احتمال اغير والله. انا شباب تعرفوني انا متعود على الاشياء السهلة، يعني ودكم انا اغير ولا ما اغير؟ ما صراحة انتم علموني، ودكم اغير ولا نظل على هذا الوضع؟ ايش رايكم؟ اتوقع انكم ما تقبلون اني انا اتعب، صح؟ تقبلون اني اكون مرتاح، فاكيد انكم راح تقولون اه غير يا سلطان عادي. فكرة، خلينا نجرب هذا الشيء اللي سويته اللي هو الاكس بي. خلينا نعطيه الديناصور هذا بلكي يلفل. دقيقة تعال كوله، ما اكل، قاعد اكبس حرف الاي، مو راضي يعني، مو راضي يا اخي بلاش. ايوه ما شاء الله، ايش يا ابو الشباب؟ ما حد قال لك؟ اوه يا ساتر، خلينا نحط صناديقنا في المنطقة هذه وننزل شوية اغراض مثل خشب. والله جاي على بالي خاطر واذبح هذا. تعال يا حبيبي، بسم الله بسم الله. وات، اوه 1900 تخدير، يا ساتر ايش هذا؟ هذا دي ان اي، اوكي حلو والله، تخدر على السريع، خذ خطوت. اوكي استيجو كيف حالك؟ حلو والله، والله نايس. عطني دي ان اي، نحط الدي ان اي بالمنطقة هذه والدم بالمنطقة هذه، اوكي عشان يعني نسوي تفريق. اوكي انت كيف ليفلك انت؟ وهذه الكام فاير، ايوه حط اللحم. وفي خشب؟ ما في خشب، خلينا ناخذ الخشب، في عندي خشب كثير. اوكي 40 حبة تكفي، 39 خذ يا حبيبي وشعل النار ويلا تعال الستيجو. وفي ستيجو هناك كثار، تعال خلينا نذبحهم. تعال هلا والله، في انكيلو، خلينا نروض الانكيلو على فكرة من اول السلسلة بدل ما انا قاعد ندور. ايوه شاطر. اوه في هوشه نسيتها والله. انا ارسلت شو اسمه على الترايك، ما ادري والله وش شيء غريب صراحه. انا ودي الفل يا اخي، ودي الفل باسرع وقت ممكن، بس الوضع مو صح. ليفلي صار 13، هذا كم ليفله؟ 7. انت يا بشا موتك تقوم، والله شكله مطول هذا. لا اله الا الله، ايش هذا؟ تريكس، تريكس الي، يخرب بيت دمك يا ابو الشباب، يلا مودك تموت، يلا يا اخي موت، خلص علينا. يا ساتر يا شباب يا ساتر، ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا يا شباب؟ ايش هذا؟ جاوبوني. وات 7000، 7000 يدمي، 7000 يلعن ابليس يا اخي، ما حلالك الا انا، ما طعمي مو زين طعمي، والله طعمي مو كويس. وين الديناصوري؟ هذه ديناصوراتي ميته ما ادري نايمه. وين الستيجو؟ الستيجو وينه؟ انت استيقو لي؟ لا والله مو هذا يا اخي، استيقو لي وينه؟ الله يرجع العدو، وين راح؟ اوكي شكله مات،
شكله ذبحه. هذا مدري شو اسمه صراحة، نشوف بالله، ومن عارف كيف اشوف اذا انسى الموضوع، اكيد انه مات. خلينا نروض ستيجو ثاني على السريع، طبعا بروض ستيجو ثاني على طول. اوكي خذ هذا وتروض، خلينا نرجع للبيت. اوكي الحيوان اللي هناك صراحة خطير، خطير جدا، وماني عارف كيف اتعامل معه. اوكي التركس اللي قبل شوية ودي صراحة احاول اخدره، احاول اخدره يعني، انا عارف انه راح يجلدني، بس على فكرة ليش ما اسوي لي سرير؟ بدل ما اقعد اركض في الماب وما عندي بيت، خلنا نسوي لي سرير. اوكي هذا السرير الاول نحطه في المنطقة هذه، وهذا السرير الثاني. الان ما يهم نموت ما نموت، ما يهم صراحة. الشباب طبعا هذا قام بس متخدر، وهذاك لساته الوضع وضع غير مطمن. طيب خلينا نخاطر، اوكي خلينا نخاطر ونهجم على هذا الشاب الحلو. يلعن ابليس، والله يخوف والله يخوف والله يخوف. هاي اوكي كنا اليف، ايش رايك نضرب عليه هذه؟ وينه؟ ممكن يا ابو الشباب تعطينا وجه؟ يا اخي ايدي تعبت. يو 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 يو. الله يلعن ابليسك، الله يلعن ابليسك، انت ما تخاف، اتركني في حالي. واو واو روبوتريكس، كويس كويس عرفنا اسمه، يعني خطة يعني شباب، نقطة جميلة تحسب لي، عرفنا اسم الحيوان، اسمه روبوتريكس، عند مكاني وما ادري صراحة كيف راح اتعامل معه. اوكي الظاهر انه لازم نسوي الايترنال بويزن ارو، نحتاج ناركوتيك ونحتاج ايش تسوي؟ هذه تخدر صح؟ اوكي هذه تخدر. اوكي كنو جاني؟ يا حبيبي يا حبيبي، هذا حاله في مين يخلي لي شيء؟ في بترد هنا، كم ليفلك انت؟ نفس الليفل يا حبيبي، نفس الليفل. طيب انت والله ودك انت استامينا استامينا ابو كلب. طيب خلينا نسوي بو، لا تقول لي ما وصلت للبو، والله فضيحه. الحمد لله وصلت. الان باقي علينا بس الفايبر، نجمع فايبر ونجمع توت اسود بالمره. هذا شكله ذابحة، اوه حتى هذا ذابحة. الله لا يوفقك، الله لا يوفقك. ذبح لي كل حيواناتي. شوف شكلي كيف. دروعي، اوه في هناك دودو. لا والله هذا ابو مخالب. ابو مخالب، ابو مخالب. خلنا نشوف بالله الحيوانات هذه اذا فيها اغراض، فيها شيء. فيك شيء انت؟ هلا والله في اغراض والله حلوة. والله ما ادري ايش الفائدة بس خلينا نشوف بعد شوي. لا 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 لا. او ماي جاد يا اخي اذبحني يا اخي، اذبحني يا اخي والله العظيم. خلاص شكلي برسم مكان ثاني انا. يو الاغراض مكان، اماكن كثيره الماب هذا. خلينا نرسبن فروزنت، لا فروزن فروزنت اتوقع انها منطقه يعني بارده. خلينا نرسبن توندرا زون 1. يلا بسم الله. اوه يا ساتر هذاك الرقم اللي اوكي تكسر دروعي صح؟ والله اني داري يا اخي، خلنا نرميها، ما ودي شيء يتكسر صراحة، تكسيري شيء يقهر. طيب انا سويت بو حلو، الان نسوي اسهم المود، بدي اجرب الاسهم هذه على الباراسور هذا، شوف كم تخدر ما يتخدر. بسم الله خذ، في تخدير، وين راح؟ هه هه هه، باراسور يهجم علي، تمزح والله تمزح، اخس يا شيخ، من متى صاير كويس؟ من متى صاير قوي؟ هاي هاي هاي، خذ لك خذ لك الفضيحة، خذ لك الفضيحة، سلطان ينذبح من براسور، والله انه فضيحة فضيحة كبيرة هذه. المكان هذا حلو يا اخي شكله، كويتزل كويتزل هذا، لا هذا طير يا اخي، ودي لفل يا اخي، هذا خوينا، تعال تعال تسوي لي فيها قوي، ها ابلع 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 بس ابلع ابلع. شو اسمك انت؟ باراسور، قبل شويه كنت تهرب. اوه هذا ليش هيك؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، 60 يضرب. لا ارجوك 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 ارجوك. اوكي في هناك شيء يكسر الحجار. حبيبي. لا والله لعبنا. لا والله لعبنا بالمود هذا. ارجوكم اتركوني بحالي، خلينا نشوف هذا اللي يكسر، خلينا نشوف نتعرف عليه قبل ما نموت.
يا شباب افزعوا لي. اوه اتكسرت عظامي. وات از ذات؟ انا اسمع صوت كهرباء. يا جماعه صلوا على النبي. اوه بومه. هلا والله بومه. اوه ماي جاد بومه ناريه. بومه ناريه هذا ايش؟ يا حبيب هناك بومه كهربائيه. انا جيت مكان صراحه لا احسد عليه. ما شاء الله تبارك الله. يا حبيبي الذيابه. كل واحد من جهه. اوه بومة هذه مسالمة. خلينا نقرب. السلام عليكم. اوكي واضح انها كويسة جدا كويسة. لا هذا المكان نفسه اللي قبل شوي. قريب منه قريب منه. نفسه نفسه. اي والله نفسه والله نفس الشيء. يا سلام يا الجرافيكس يا اخي. والله الجرافيكس خرافي صاير. اوه ايش هذا؟ والله هذا الجذع انا شكلي بسكن فيه. نسكن مثل ايش اسمهم هذول؟ ما ادري نسيت اسمهم. القنادس ما ادري ايش اسمهم اللي يسكنون بالاشياء هذه. يا اخي ودي طير. يا اخي ودي لفل. مشكلة التلفيل صعب كل شيء صعب. او ماي جاد في شيء. اوكي بسم الله. في هوشه في هوشه في هوشه يا شباب. او ماي جاد كارنو الله ياخذك يا ولد يا ولد يا ولد. اسمع اسمع صل اللهم صل على محمد. يا الله يا ربي تكون المنطقة هذه منطقة ناس جماعة محترمة. اوكي جماعة محترمة. ما كملت كلامي ما كملت كلامي. طب انا عندي سؤال يعني الان الحيوانات هذه كيف تتخدر كبيرة؟ اوكي الظاهر المكان هذا مكان محترم لانه فيه دودو. والدودو هو يعتبر دليل على انه المكان هذا مكان امن ومسالم. حشرة هذه يا اخي كنك كبيرة زيادة عن اللزوم. ها اهلين والله اهلين بالشباب اهلين اهلين. والله ما توقعنا انكم بالكمية هذه. ما شاء الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يا سلام محليلكم يا حليلكم. لا اله الا الله. لا ابد خذ لك. اي هي هي رحنا فيها حتى هم تسمموا. طيب تعال اللي يقرب راح اخدره اللي يقرب راح اخدره. يلا يلا ايوه يلا كلكم تتخدرون. يلا اذبح بس اذبح روضهم. قال هذا اللي ناقص روض كومبي. ها ايش؟ ايه هي هي خذ لك ذبحني صقر او نسر. خلينا نروح الجنجل. ادري ان الجنجل مكان خطير لكن يلا لعل وعسى واحد من الحيوانات يعني يرحمني. ابو تفله لا ابو تفله تفلا ما اتفقنا انك تضرب خوية. هذا خوية. وات 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 حشرات. لا اله الا الله. شو علامة التعجب اللي فوق هذه طلعت لي؟ ايش هي هذه؟ وات 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 جتني اغراض. هي جتني اغراض. حشرات تذبحني. لا بالله لا تفضحوني قدام الناس والله. اوكي شباب نوصل نهاية المقطع. اتمنى عجبكم لا تنسون اللايك. اوكي شباب صدقتوا اني راح اخلص الفيديو؟ لا يا حبيبي خلص الفيديو شكله هذا. بس انا ودي اعرف شيء. ليش جتني الاغراض هذه؟ او كيف جتني؟ كيف جتني يا اخي كيف كيف؟ اول شيء صارت علامة تعجب بعدين جت الشغلات هذه. ايش هذه؟ لا ليفلنا صار كويس يعني صار احسن من اول. ف بس انا صراحة لحد الان ماني عارف وين المكان اللي راح اسكن فيه. او ماي جاد ايش الحيوانات هذه؟ هلا والله في تنانين. خلنا نروح خلنا نروح عليها خلنا نروح. اوكي الان بالخاطر ادري اني راح انجلد لكن يلا عوافي. اه صح نسيت كريستال. لازمني كريستال عشان شو اسمه. اوكي في تنانين بالمنطقة هذه. والله لو اني حاط مود البشر كان دخلت على بيوتهم واخذت كريستال وكل شيء. حلو فما نعرف احتمال اني اضيفه في الحلقة الجاية. ان شاء الله نشوف حسب رايكم. اوكي ايش هذا اللي تحت؟ 400 ثانية ايش هو هذا؟ شايفين هذا؟ غريب والله. اتوقع كل فتره كل يعني مثلا خلينا نقول كل دقيقه دقيقتين ثلاث او خمس دقائق انا اعطيكم مثال يجيني اغراض من المود اتوقع يعني. فخلينا نشوف. اوهو شوف الكارنو. انسى الموضوع ارجوك ابعد عني انا ودي ادور كريستال بعدها ادور اهلي. يلا يلعن الله يلعنكم الله يلعنكم. هذول يسوون سبام سبام على الضرب. يا اخي ابعدوا. يلا يلعن الله يلعن ذا الوجيه الله يلعن هالوجيه. هذا ايش؟ يو يو هذا ايش هذا؟
هاي 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 اي خذ لك برايم يا حبيبي يا حبيبي الثلج. شوف 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 ايش لقيت. واضح ان الحيوانات هذه ما عندها شيء اسمه مزح. تذبحك وانت ما تدري اصلا مين ذبحك من كثر ما هي قويه. ايش وين انا على المودات هذه الرهيبه؟ هذا شكله ما ادري زي برايم الفير او اقوى او احسن، ما ادري صراحه، لكن نقيمه بعدين يعني. لكن باذن الله بختمه، لكن باذن الله راح يتختم مثل ما ختمنا برايمال فير. يلا بس انتي ولعن ابليس المنتال مدري ايش رابتر. الله ما نعرف انا رسمي قسم بالله، والله ما نعرف شكل الماب ما وده هو يعني يلعب فيه ويقول لي اطلع من السلسلة يا حبيبي من اولها بدل ما تحرج نفسك، لكن ماني راد عليه. لكن تدرون خلينا نرجع نفس مكاننا، يجب ان نلفل، التلفيل هو اساس النجاح. وصل ليفل 38 عشان اقدر اركب طير. طبعا انا راح اركب طير وراح ينذبح الطير معي عادي، فاهم شيء اني اوصل ليفل 38 بعدها لكل حادث حديث. يا اخي دقيقة 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 دقيقة، خنازير خنازير تهجم علي. شوفون رسبنت شكله اللعبة يعني قالت خلاص والله انت مسكين حرام لازم انت حطك في مكان معزول. رسبنوني في مكان شكله معزول جد، ما حولي احد. شكرا والله، والله شوف والله اللعبة شكلها تفهم. بعد ما مت 60 مرة حطاني في مكان قالوا لي يا سلطان والله ما يضبط لك انت صراحة، نحطك في مكان فيه ناس فيه لعيبة، ما يضبط لك مكان فيه ديناصورات قوية، انت خرطي فحطيناك في مكان ما فيه الا احجار، عاد عيش دبر حالك. فالظاهر انه اوكي، الظاهر انه المكان هذا كويس. شكرا للعبة. اوكي في شيء فوق يا حبيبي. لا والله مو جميل، مو جميل مو جميل. تعال تعال تعال. في اغراض، يا رب ان اغراض كويسة تخدر شيء يخدر. هذا يلا حلو حلو خدرته. اخوان اخوان جو وسبحان الله فسكته، والله ما شفته اصلا ما ادري هو في شيء. يا حبيبي ما شاء الله، يعني لوني روضت. اوه هو هذا شكل من المود، شكل من المود هذا. بسم الله يا رب انه يمسكه. تخدر او ما تخدر لازم اضربه صح؟ ضربته اخ شيخ. اوه 10000 10000 دمه واستمنه 10000 ولعن ابليسه. ايش هذا؟ على طول تروض ما فيه. دقيقة دقيقة تخدر عادي عادي. هذا شو؟ حلو اكس بي. ايش هذه؟ هذه المنتر كبل. ايش هذه؟ ما عارف شو تسوي. هذا شيء يحمي الديناصور يعطيه ارمور 53. ايش اسمه؟ لايتنينج. اوكي والله لازمني سدل، والله لازمني سدل. اوكي دقيقة بسم الله ارجوك. حلو ينربط، ينربط هذا. بسم الله يا رب انه ما يضربني بس. هلا والله حبيبي. اوكي اول الحلقة انجلدنا لكن عادي ما عليكم، بنعوض 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 باذن الله. طبعا هو ياكل بسرعة. اوه الفود نزل، لازم اعطيه اكل، اكل كثير. حلو هذا دقيقة. يمدينا نسوي سدل اسمه اوكي شكله ليفل 42، والله سالفة مطولة. طب نحتاج اكس بي، المشكلة الاكس بي انا معدلة. هذا ايش؟ يا اخي ايش الشغلات هذه؟ في شغلات والله ما نفهمها يا شباب، معلش يعني سامحوني، يعني جد سامحوني يا شباب والله ماني عارف شيء. عادي مثل اول حلقة في سلسلة برايمال فير، كانت الحلقة الأولى عبارة عن هبل هبل مو حلقة يعني. في فرق شكله، في فرق بين الكربون بويزن وبين البويزن ارو، كلهم اترنال بس ماني عارف ايش استخدامهم. هذا ايش؟ هذا يحتاج لونج رايفل
اسمه بويزن دارت، نفس الارو. انا ادري يا شباب دائما من اول حلقه اخربها، اذبح هذا. روح روح. اوه هذا هذا، اوه 400 والله دمجه حلو. اوه ماي جاد، اوكي دمجني قاعد هذا، لكن والله ما نعرف. الله يستر يموت خوينا. طلع دمه، لسه ما طلع دمه صح؟ اوه يخدر يخدر. اوكي اذبح هذا. روح الثاني، روح الثاني، روح الثاني. نشوف هذا. اوه يا ساتر يا ساتر. حشرت والله، كنت ناوي انهي الحلقه لكن ربي عوضني في هذا ابو مخالب. ابو مخالب يخدر، نايس. هلا والله، سهل جدا نسوي السدل. تعال، او تدري ما يحتاج، خليك. بروح اخدر لي ستيجو وبركبه، عشان يمكن اذا ذبحت الحيوانات انا ممكن اخذ لفلات اسرع، لانه انا ودي الفل واجيب سدل الطير عشان اقدر اتحرك في الماب. اخيرا ركبنا حيوان، واخيرا يا شباب ابشركم، ابشركم ركبنا حيوان. او ماي جاد، ايش جاب؟ ها خشب على ايش هذا؟ وات اوبسيديان سمنتنج بيست. هاي 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 هاي، تمزح والله، والله تمزح، والله يكسر حجار يا ولد. بطل يمشي. انا شديت، انا شديت. والله شباب حلو حلو حلو. اوه كريستال، هاي كريستال. طيب تعال، خلاص الان اللعبه صارت ايزي، كل شيء نعرف دمه، نعرف ايش يحتاج ايش ما يحتاج. 143,000. ارجوك ارجوك ارجوك، لا لا ارجوك. اوف اوف، لا اوكي اغراضي بال حبيبي. 134 كم؟ والله ما ادري كم الرقم، لكن فوق ال 150 او 140,000. اوكي شباب، نوصل نهايه حلقه اليوم. اتمنى عجبتكم الحلقه، ولا تنسون اللايك والاشتراك. وادري الحلقه الاولى هي يعني ممكن ما فيها محتوى كبير قد ما فيها عيد، فهمتوا علي؟ فاتمنى يعجبكم مقطع، لا تنسون الاشتراك يا شباب. مثل ما قلت لكم، لو كل واحد اشترك في القناه ترى وصلنا 130,000 مشترك، لكن الحمد لله ما ادري ليش الناس ما تشترك. فشكرا لكم مره عاشره، السلام عليكم.